حياكم الله لما كنتم مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في الموجز الاقتصادي ياتيكم من قناة الرافدين. كشف تجار عراقيون عن حالة ركود غير معهودة تضرب الأسواق العراقية، وأكد عدد من أصحاب المحال التجارية أن البيع في هذه السنة متدن بشكل كبير في ظل إحجام المواطنين عن شراء الملابس، على الرغم من أن الفترة الحالية تعتبر موسما لبيع البضاعة الشتوية، مشيرين إلى أن محلاتهم لم تحقق نسبة مبيعات تكفي لسد الإيجار حتى الآن، على الرغم من نشر إعلانات عن خصومات كبيرة. حل العراق في مرتبة متأخرة بمؤشر تنافسية الاقتصادات العربية وفق التقرير السابع الصادر عن صندوق النقد العربي للعام الحالي، وجاء العراق في المركز 22 على مستوى المؤشر العام لتنافسية الاقتصادات العربية. ويستخدم التقرير مؤشرين أساسيين هما مؤشر الاقتصاد الكلي ومؤشر بيئة وجاذبية الاستثمار، حيث يقيس مؤشر الاقتصاد الكلي مدى تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي بما في ذلك استقرار الأسعار وتنفيذ السياسات المالية والنقدية. أعلنت وزارة النفط عن مجموع الصادرات النفطية والإيرادات المتحققة لشهر تشرين الثاني الماضي، وبحسب الإحصائية النهائية الصادرة من شركة تسويق النفط العراقية سومو، فإن كمية الصادرات من النفط الخام بلغت نحو 103 ملايين برميل بإيرادات بلغت نحو 8 مليارات ونصف مليار دولار، وتم تحميل الكميات المصدرة من قبل 33 شركة عالمية من جنسيات عدة، من موانئ البصرة وخور الزبير والعوامات الأحادية ومن ميناء جيهان التركي ومستودع كركوك الحديث ومن حقل الكيارة. تراجعت مخاطر الاستقرار المالي الكلي وضغوط ميزان المدفوعات في تركيا في أعقاب تغيير أنقرة سياستها الاقتصادية بعد الانتخابات الأخيرة، وأكد خبراء اقتصاديون في وكالة فيتشا للتصنيف الائتماني أن تغيير تركيا لسياستها الاقتصادية عقب الانتخابات قلل وبشكل كبير من مخاطر أو من هذه المخاطر، مشيرين إلى عدم النظر إلى هذا التغيير على أنه رفع فائدة فقط، مؤكدين أن السياسة التي تتبعها أنقرة في الوقت الحالي ستساهم في تخفيف الضغوط على الليرة وتدعم تعافي الاحتياطات الأجنبية، لكنها ستعمل على تباطؤ الناتج المحلي. نقلت صحيفة إزفستيا عن خبراء اقتصاديين أن روسيا تعاني نقصا حادا في العمالة، وأشارت الصحيفة إلى أن النقص يتجاوز 4,800,000 عامل وموظف عام 2023، وأن هذه المشكلة ستستمر بشكل حاد خلال عام 2024. وفي الشهر الماضي أقر البنك المركزي الروسي بأن تراجع القوى العاملة في روسيا يهدد النمو الاقتصادي، وتشهد روسيا مغادرة مئات الآلاف من المواطنين في أعقاب الحرب التي شنتها على أوكرانيا في شهر شباط من عام 2022، حيث أكدت الصحيفة أن من بين المغادرين متخصصون في تكنولوجيا المعلومات. والآن هذه انتقالة سريعة مشاهدينا الكرام إلى سعر أو صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادن.
نهاية الموجز الاقتصادي بأمان الله.